لك هي عن جد جنيت. شو صاير مع هالبنت؟ يا كبيرة هي عم تصرخ كل الوقت بس كرمال نفس الموضوع دائما. وين ابني؟ وين ابني؟ وين ابني؟ وما عندها مانع انها تتزوج بملهر هلا يا كبيرة، وتنسى شو مصلحتها كمان. انت لا تشغل بالك بنوب، لانه ملهر اكيد ما رح يجي على جلسة المحكمة الجاية، وبسبب غيابه عنا القاضي رح يفكر انه هو ما بده يتحمل مسؤولية تربية هذا الطفل. والشي الطبيعي سم بدا تاخد حضانة الولد. كتير حزين عمي. ملهر، القاضي جاهز لحتى يسمعك، انت معك 5 دقايق لحتى تحكي معه بس. معناها انا لسه عندي شوية امل. إيه؟ بس انت شو رأيك عمي؟ كلياني ما رح تبعد عن موكش هلا؟ كلياني ما رح تضحي بالشي اللي عملته؟ ملهر بس شو هالتضحية هي؟ ولا شي عمي، يلا خلينا نفوت. بس لحظة، كلياني لازم تجي معنا، هي وينها هلأ؟ كلياني، اسمعي كلياني، أنا بريا اللي عم تحاول تهدي موكش شوي، بس هو ما عم يسكت. انتي شو رأيك تيجي لحتى تسكتي موكش عنا؟ شو رأيك؟ بابا شكراً لها، شكراً لأنك متفهم مشاعر بيلو. شكراً كتير بيلو. بيلو أنا أجيت. بيلو أجيت. شو ما في حدا بس في صوت. بابا، بابا شو اللي عم بيصير؟ آسف بنتي، أنا مجبور. بابا، بابا أنت شو عم تعمل؟ كلياني فهمني. كلياني بعد شوي. لا بابا لا تعمل فيني. كلياني عم قلك بعد عن الباب، فوتي لجوا. لا بابا فوتي. خلاص عم قلك كلياني خلاص بكفي، بعد هيك فوتي لجوا. بابا أنا آسف. بابا بابا لا، بابا افتح الباب. بابا بابا بترجاك افتح الباب. بابا لو سمحت لا تعمل هيك. بابا 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 بترجاك طلعني من هون لو سمحت. بترجاك بابا 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 بترجاك افتح لي الباب هلا، وبعدين فيك تعمل شو ما بدك فيني، انا ما رح مانع ابدا، بس بترجاك طلعني من هون ضروري. بابا بترجاك طلعني فورا. بابا 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 افتح افتح الباب لو سمحت. بابا مجبور. بابا لو سمحت افتح. مجبور بابا لو سمحت. بابا انا بكون بنتك، انت استغليت ثقتي فيك كرمال مصلحتك. بابا بابا لو سمحت افتح الباب.